يقول السائل الرشيد: ما حكم مس المصحف بدون طهارة وما كيفية الطهارة، الاستنجاء أم الوضوء؟ لا يجوز مس المصحف من غير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وفي رواية: لا يمس المصحف إلا طاهر. وكل ما هو متصل بالمصحف من الورق أو من الجلد فإنه يتبع المصحف، لا يمسه إلا بطهارة. طهارة تكون بالوضوء من الحدث الأصغر أو بالاغتسال من الحدث الأكبر. نعم.